اسمي مراد الحبلي، فنان تشكيلي وعمري 39 سنة. دومين ديكسبيرتيز نتاعي هو الفنون التشكيلية والحرف الفنية. شنو قريت؟ اللي قريته هو بعيد شوية على الدومين تاعي. قريت تصرف نزل وسياحة، جيستيون اوتيليري توريستيك، ومن بعد عملت شوا راديكال، جي شوازي ان ميتي ارتيزانال اللي هو لو كويفر مارتلي، النحاس المطروق. عملت ان سي ابي في الحرفة هذه، ومنها هي هذه في 2004، ومن 2004 بديت نطور في الحرفة هذه في ميدان الفنون التشكيلية. يعني البداية كانت هكايا، كانت حرفة وانا حاول نطورها للفن التشكيلي. الاكسبيريونس عندي اكسبيريونس ناسيونال، بدات من 2004 او الاكسبوزيسيون في تونس، ومن وقتها حتى شلتو معناتها نشارك. واكسبوزيسيون انترناسيونال بدات في من 2007 حتى 2017، معناتها جيكسبوز في برشا بلدان، فرنسا وايطاليا والسويد وهولندا واسبانيا، معناتها في برشا بلدان. علاش انا؟ دونك بروميرمون اللي انا اوتوديداكت، وفي الدومين تاع لارت كلاسيك انا اوتوديداكت افيك تو لي كونترانت كنا في تونس، معناتها صعيب يوصل ايشال انترناسيونال. دو اللي انا قريت جيستيون، وهي هذا عاوني ياسر في لا جيستيون دو مون كارير اي دو مون اتيليي تو سامبل. كيفاش نحلم تونس؟ نحلم تونس اللي الفن فيها يتطور، ولي غالري معناتها تولي تخدم لصالح الفنان مش لصالح الاكتيفيتي كوميرسيال. ونتمنى اللي يكون بزايد دي اسباس فير، دي اسباس دو جو بور لي زونفون، ومن هذا معناتها باش نقدم بروجي يبدا في سبتمبر، سبتمبر الجاي، اللي هو تونيزيان بلاي جراوند سكولتور، واللي هو لا رياليزاسيون دير دو جو بور لي زونفون ا بارتير دو سكولتور مونيمونتال. دونك سي ان بروجي كي ايتي اكوردي ويبدا في سبتمبر، وباش اول حاجه باش نعملوها معناتها بكوني بريزيدون دو لاسوسياسيون تونيزيان بور لار انفيرونمونتال. On a sélectionné 5 régions en Tunis, où fait les 5 régions, on va créer des 5 parcs de jeux pour les enfants. Donc ça, c'est ce que le Tunis et les parcs de jeux pour les enfants gratuitement, ils vont aller en Tunis. Donc c'est notre objectif, où le Tunis va aller en place et il va aller en Tunis. Où on va les aires de jeux, les espaces verts, و لار انفيرونمونتال، لار اوربان، معناتها يتطور بصفه خير من هكذا.